الأولى بعمرة الوداع والثانية محتوى. ولكن أشد ما يجيني عند انتهاء كلماتي في كل قصيدة مكتوبة. أشد ما يجيني في انتهاء كلماتي في كل شعر مكتوب لا يسال سوى أن أرجع ونقطة الصفر لقراءة ما كتبت. وأنا واقف بمكاني لا أستطيع أن أرسم المستقبل بأشعاري ولا أبدأ جميعا. فأشعاري مجرد رياضي مليئة بماضيه المؤلم. كلما شربت منه زاد سقمي. وكل أهلي أن يشرب منه غيري حتى السقم في جسده يجري. فأرجو من كل المستمعين ألا يستمعوا بآذانهم بل بقلوبهم حتى يخففوا من الذي ولا يدركني أشرب من الراحة. الوداع. الوداع هي ليست مجرد موضع وداع مؤلف معين. بل هي كلمة تخطرني في كل حين. تجعل قلبي منهكا ولا يقف على الأمين. تسرق مني فرحتي وتجعلني قلبا حزينا. أنا لا أريد اليوم ولا غدا. أريد الماضي. الماضي الذي خرب أحلامي ومستقبلي. لم أعد أشعر أنني حر الآن. تخليت عن مالي وعن أمي وأبي واستسلمت لحبها فلا لست منها. حتى أقاوم مسيح شهداها الذي لا ينسى إلا عندما أنظر لعينيها أشعر كأنني حر. أنسى آلام حياتي والواقع الحر. أما في فراقها فأنا في سفينة وسط البر. لا أشعر سوى بمساواة العيش وشدة الحرب. أتخبط في نفسي ما بين الخير والشر. هل أنتقم منها أم أذهب إليها وأعتذر عن ذنب اقترفته وما استدعته لي من قبل. فلمن امتلأت قلبي وأحببتها من بين البشر. سأنتظر منها تمام المفر من حبها سوى أن والآن سألقي عليكم قصيدة المحتوى. وأتمنى أن تساعدوني في أن أختار ما أحبه. والله المحتار أولهم شمس تسطع وجمالها يبهرني. أنا ضعيف أمامها وكلها يؤذيني. أرى الشمس بعيناها وعن جمال الكون تغنيني. فتاة أحلامي ولا أتمنى غير الله لم يهدني. والثانية قمر تنير دربي حين لا أجد من يهديني. وتشفي سقم قلبي حين لا أجد من يشفيني. رومانسية وحساسة وجانبها ملوع ترميني. أريدها بقربي دائما وغيرها من الناس لا يغيب. والثالثة معظمني فراقها. وحتى أذكرها أقرر الياسمين. فهي حب الماضي الذي لم تنسيه السنين. عشقها متأصل في جسدي مثل مدمن الهروين. والله لو مست معها